السلام عليكم. هنتكلم بالتفصيل في الفيديو بتاعنا عن عسل المانوكا، هنشوف خصائص العسل ده وكمان هنشوف المحاذير منه. اتمنى قبل ما نبدا ما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناه ودعمكم لينا باللايك، وده من خلال الضغط على علامه الاشتراك اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واتمنى كمان اللي اول مره يشوف قناتي يعمل جوله سريعه على محتوى القناه، باذن الله هتعجبكم. بنقدم سلسله من الفيديوهات المتنوعه والمفيده وكمان مجموعه مختلفه من النباتات والفواكه والخضروات النادره حول العالم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونتكلم بالتفصيل عن عسل المانوكا. عسل المانوكا يعتبر من أكثر أنواع العسل فائدة في العالم. هو نوع من العسل ينتج من نوع خاص من النحل. النحل اللي بينتج عسل المانوكا بيعيش في أستراليا وكمان في نيوزيلندا. بيتغذى هذا النحل على زهرة تسمى زهرة المانوكا، عشان كده سموه عسل المانوكا. شكل العسل لا يختلف كثيرا عن العسل العادي، ولكن فوائده كثيرة جدا. محتوى العسل ده محتواه الغذائي المتميز بيجعله يختلف عن باقي أنواع العسل. عسل المانوكا غني بمجموعة كبيرة جدا من الفيتامينات، وعلى رأسها فيتامينات المجموعة ب، كمان في نسبة عالية من النحاس والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم، بالإضافة للصوديوم والزنك وأحماض أمينية عديدة. احتوائه على المجموعة الكبيرة ديت من الفيتامينات والمعادن بيجعله يتميز بخصائص مهمة جدا، ومن ضمن الخصائص اللي بتميز العسل ده ان هو يتميز بخصائص تشبه المضاد الحيوي، عشان كده بيستخدموه في علاج مشاكل الجهاز الهضمي طبعا، لانه بيمنع نمو البكتيريا الضارة في الامعاء، كمان بيساعد ايضا في علاج ارتجاع المريء، وبيعالج طبعا مشاكل الامعاء ومشاكل المعدة، مشاكل المعدة زي الامساك وعصف الهضم. احتواء عسل مانوكا على فيتامينات عديدة بيجعله يستخدم بنسبة عالية كمان في علاج مشاكل البشرة، وعلى رأسها التهابات البشرة زي طبعا حب الشباب وزي الإكزيما. عسل مانوكا كمان مفيد جدا للثة وكمان لصحة الأسنان، وطبعا بيقوي الجهاز المناعي، وكمان عسل مانوكا مفيد جدا في أمراض الحساسية، وطبعا بيعالج الحساسية. احتواء كمان عسل مانوكا على الخصائص اللي اتكلمنا عليها دي بيجعل عسل مانوكا بيخفف من التهابات القولون، وكمان خافض لنسبة الكوليسترول السيء في الجسم. المعلقة واحدة من عسل مانوكا فيها 60 سعرة حرارية، سعرات حرارية قليلة، ولكن طبعا تناوله بكثرة يجعل طبعا العسل مانوكا يسبب في زيادة الوزن. وكمان في تحذير مهم بالنسبة لمرضى السكر، لازم ياخدوا احتياطاتهم وهم بيتناولوا عسل مانوكا، لأنه طبعا بيزود نسبة السكر في الدم. كانت معلومات عامة عن عسل المانوكا، أتمنى نكون أفدناكم، وأتمنى ما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناة ودعمكم لينا باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.